اليوم بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث عن الحج المبرور والعمل في الأيام العشر، وكيف يكون أكل الحلال، وما هي الأمور التي تجلب الطاعات. لنتعرف أحبتي في الله على ماهية الحج وحكمه ودليله، وماذا قال فيه رب العزة جل وعلا، وماذا قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول أيضا جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الأحبة في الله، رب العزة جل وعلا عندما يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أراد من هذه الكلمات البسيطة أن يقول لنا إن هناك فريضة من أركان الإسلام، ألا وهي الحج. هذه الفريضة الطيبة التي فرضت على الإنسان في العمر كله مرة، معناها القصد إلى معظم، ومعناها في الشرع أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص. حكمه فرض في العمر ولو مرة على الإنسان، على الحر رجل أو امرأة. دليله الأدلة كثيرة، ذكرنا منها القرآن ونذكر منها في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج فريضة فرضها المولى جل وعلا على القادر المستطيع المسلم العاقل البالغ الذي يأمن الطريق. إن كانت امرأة يكون معها محرما أو من تأمن معه الطريق. إذن الحج هذا أن تقصد رب العزة جل وعلا أن يغفر لك الذنوب. فعندما يقول رب العزة جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فأصبح للحج أشهر، لا يجوز الحج إلا في هذه الأشهر، ولا الإحرام لا يصح إلا في هذه الأشهر، ألا وهي شوال وذي القعدة والعشر الأيام الأول من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، أي من نوى ووجبت عليه فريضة الحج، فلا رفث لا جماع مع الزوجة ولا كلام ولا مقدمات للجماع، فلا رفث ولا فسوق، أي لا كلام غير مباح ولا مشاجرة مع أخيك ولا سب ولا شتم ولا قذف ولا جدال في مكان الحج، ولا جدال ولا كلام يخدش الحياة وبأسلوب تكون فيه مجادلة ورفع اللسان. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. تزودوا وأنتم ذاهبون إلى هذه الفريضة من الطعام والشراب والزاد والراحلة، فإن خير الزاد التقوى للآخرة. أفضل زاد تأخذه في قبرك التقوى. إذا أخذت التقوى في دنياك فزت بالدنيا والآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتقوا عذاب الله،
اتقوا غضب الله، اتقوا الله واعتذروا بما أمركم به، وأذن في الناس بالحج. قال الخليل إبراهيم: وكيف يصل صوتي يا ربي إلى كل هذه الأرض؟ قال: عليك البلاء، أو عليك النداء وعلينا البلاء. فقام الخليل إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى: يا أيها الناس، إن الله قد بنى أو ابتنى لكم بيت فحجوا إليه. فخفضت الجبال شاهاتها، أو انخفضت الجبال حتى لبت الأحجار، والنطف في الأرحام لبيك اللهم لبيك. فكل نطفة لبت ستأتي إلى هذا المكان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له: أنت نادي وإحنا اللي هنبلغ. يبقى وصل صوت الخليل إبراهيم إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن على وجه الأرض بقعة إلا سمعت نداء الخليل إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا أي يسيرون على الأرجل أو على الأقدام، وعلى كل ضامر في كل طريق ومن كل طريق، وعلى النياق أو على كل ما يمتطيه الإنسان، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، أي من كل طريق عميق أي بعيد. يبقى يأتيك من كل مكان، يأتوا إلى هذا المكان الذي يتوسط الكرة الأرضية. يبقى مركز الكرة الأرضية مكة المكرمة، أو بيت الله الحرام هو ده المركز، يعني وسط الأرض، الكعبة المشرفة في وسط الأرض. إنها لو كانت ناحية الشرق أو الغرب لبعدت عن الناس واقتربت من آخرين، ولكن جل وعلا جعل هذه الكعبة في مركز الكون. ومن الأرض التي تحت جدران الكعبة خلقت الأرض. يبقى الأرض اللي احنا عليها دي اتخلقت منين؟ من حتة الأرض الصغيرة اللي هي بين الحيطان بتاعة الكعبة. دي أم القرى، أي أم الأرض. دي بالنسبة لكيف خلقت الأرض ودحيت. يبقى البذرة اللي خلقت منها الأرض، اللي هي قطعة الأرض اللي هي تحت المربع بتاع الكعبة اللي احنا بنطوف حواليها، اللي منها حجر سيدنا إسماعيل اللي هو خارج الكعبة. وحجر سيدنا إسماعيل ده المكان اللي اتولد فيه سيدنا إسماعيل، والسيدة هاجر كانت بيترضع فيه. دي قطعة من الكعبة، ومن كرم ربنا اللي هم لما بنوا الكعبة تركوا هذا الجزء خارج المبنى علشان ربنا يكرمنا وندخل نصلي فيه. يبقى صلينا داخل الكعبة. اللي بيصلي في حجر إسماعيل يبقى كأنه دخل وصلى داخل الكعبة، لأنها قطعة من الأرض التي خلقت منها الأرض. يبقى يأتوك رجال على كل ضامر، ويأتون من كل فج عميق، من كل مكان، ليشهدوا منافع لهم في الدنيا وفي الآخرة، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيام معلومات، أغلب كتب التفسير قالوا بأن الأيام المعلومات العشر الأوائل من ذي الحجة. أفضل أيام في السنة كلها العشر أيام دول. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول عن حجاج بيت الله الحرام، عندما قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. الرجل رد ثلاث مرات يقول له: كل سنة كل سنة كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. يبقى قال لهم: ربنا فرض عليكم الحج وخلاص، مرة واحدة في العمر. صحابي من الصحابة قال له: كل سنة يعني كل سنة هنحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت خالص حتى كررها الرجل ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجب الحج عليكم كل عام، ولكن إذا قلت لكم شيء وسكت فخذوه ولا تناقشوني فيه، خلاص خذوه اسكتوا. فإنما هلك الأقوام السابقين بكثرة سؤالهم
للأنبياء واختلافهم مع الأنبياء. كل ما يقول النبي كلام هم يقولوا كلام عكسه، يشاركوا في الكلام، يكثروا السؤال. احنا كخير أمة ما عندناش الكلام دوت. فما أمرتكم بشيء، إذا قلت لكم اعملوا حاجة اعملوا اللي تقدروا تعملوه، وما نهيتكم عن شيء ما تعملوش، اللي نهيتكم عنه ما تعملوهوش، لكن اللي قلت لكم اعملوه اللي تقدروا اعملوه اعملوه. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بينا قد ايه. ومن هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحجاج والعمار زوار الله. الحجاج والعمار وفد الله وزواره. إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. دول الحجاج والعمار وفد الله وزواره، دول اللي رايحين يزوروا ربنا، دول الوفد بتوع ربنا، دول هم خير البشرية اللي عايزين يصلوا إلى الله جل وعلا. وفد الله، لما أقول لك ده وفد الله وزوار ربنا، ده أفضل حاجة، ما فيش غير أفضل من كده. اللي جاي زاير ليك ده وحبيب ليك ده، تدي له كل اللي انت عايزه لأن ده حبيبك. إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوه استجيب لهم، وإن شفعوا في إخوانهم وجبت شفاعتهم في إخوانهم، وإن شفعوا شفعوا. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. يبقى أول بيت وضع هو البيت ده اللي ربنا أكرم البشرية به، وده قصاد البيت ده على طول في السماء السابعة البيت المعمور. يبقى البيت المعمور تحتيه على طول، يعني لو سقط البيت المعمور هيسقط على البيت الحرام، فوق بعضهم على طول. ولذلك لا يستطيع أي طائر ولا أي طائرة تطير من فوق البيت، ولا أي حاجة تخترق فوق البيت نهائي. هناك نور متصل من السماء السابعة إلى بيت الله الحرام للكعبة دي. فمن كرم ربنا إن الكعبة دي نفحة من عند ربنا، العباد ما لهمش دخل فيها، وضع للناس، يبقى الناس خلقوا وجدوا هذا المكان. لأن ربنا لما قال للملائكة طوفوا بالبيت المعمور، ملائكة الأرض قالت وأين للأرض يا رب؟ قال ابنوا بيتا وطوفوا حوله في الأرض ليكون مطافا لأهل الأرض. يبقى أول بيت وضع للناس، نادي في الناس. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الله أكبر. الروضة لما ربنا يكرمك وتدخلوا فيها وتحس بالطمأنينة، وتحس ان انت جنب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي طول عمرك مشتاق انك تروح له، طول عمرك مشتاق انك تبقى بجواره، تبقى انت الوقت بجواره هو، مفيش بينك وبينه غير حائط بس، مفيش حاجة حشاك عن حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معاك وانت جوه الروضة دي معاك، وقاعد في قطعة من الجنة، وشايف المنبر اللي كان بيخطب عليه، وشايف القبلة اللي كان فيها. وبره الروضة هتلاقي قبلة سيدنا عثمان اللي كان بيصلي فيها، سيدنا عثمان اللي بيصلي فيها إمام الحرم المدني. القبلة اللي بيصلي فيها إمام الحرم المدني دي هي قبلة سيدنا عثمان بن عفان، قبلة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام داخل الروضة. شوف لما تقف كده هو وين المكان تقول يا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على المنبر ده، كان واجب بيصلي بالناس في القبلة دي، ده أنا كده أنا مع الحبيب النبي. قمة الحب والاشتياق
انك تدخل الروضه دي وتبص كده على الاماكن اللي كان فيها حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتفتكر البيت الاول بيت اللي النبي عليه الصلاه والسلام بايده كان بيبني بايده، واول ما بناه كان 60 متر في 70 متر، وظل يتسع الى عهدنا هذا بيشيل الاف دلوقتي، وكل ما يكرم اي ملك يجي بيوسع حاجه بسم الله ما شاء الله. جنبك حبيبك عاوز يبني الدنيا تاني، مش عايز حاجه خالص من الدنيا خلاص. يبقى ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، والمنبر بتاع الحبيب النبي على الحوض اللي انتوا بتتمنوا تشربوا منه يوم القيامه. يعني عاوز تعرف مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المنبر ده على الحوض. يبقى اين حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنشرب منه يوم القيامه؟ في المكان ده. لان المكان اللي بتقف فيه بره وانت واقف تبص من الطاقه الصغيره دي، هي المكان اللي واقف فيه ده حجره السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها. يبقى انت كنت بتناجي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبتسلم عليه وانت داخل بيته، وانت داخل البيت. يبقى المكان اللي دفن فيه حجة السيدة عائشة، كان بجوارها على طول حجة السيدة حفصة اللي انت بتقف جواها. يعني انت بتسلم على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وانت جوا بيته من حبه ليك. قال لك ما تقفش بره الباب، تبقى جوا بيتي وتسلم عليه. فشوفوا كرم ربنا ان انت بتزوره جوا بيته. ولذلك احنا بنقول العشر ايام اللي جايين دول افضل ايام السنة، أفضل أيام في العمر في السنة كلها العشر أيام الأول من ذي الحجة. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، تعرضوا لنفحات ربنا، أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، أو فلا تشقى بعدها أبدا. ربنا ليه أيام مليئة بالنفحات. النفحات دي عبارة عن عطاءات، والعطاءات غير الخيرات. الخيرات بتعود على ايه؟ على جسمك، اكل شرب رزق، ده بيعود عليك. انما العطاءات اللي ربنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام عاوزها بيقول ان عليها دي عطاءات، نفحات تأتي الى القلب. يبقى لان لربكم في ايام دهركم نفحات، اي عطاءات تدخل على القلب مباشرة فتهدئ من روعة وترزقه الطمأنينة وتعطيك كل ما تتلذذ به في الحياة. النفحات بتاعت ربنا، بتروح المسجد الحرام لا بتاكل ولا بتشرب، بس بتحس ان الدنيا دي مش سايعاك، عطاءات. تروح المسجد النبوي، تدخل بمجرد ما تدخل بس كده من باب اي باب من البيبان كانك داخل جنه. عطاءات ونفحات داخل على القلب مش على الجسد. الجسد مفاده الى التراب، انما القلب الروحانيات هي دي النفحات اللي بيتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الا فتعرضوا لها. من هذه النفحات العشر الايام الاوائل من ذي الحجه. لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لو نفحة واحدة بس يا أخي ربنا اديها لك، هتقعد باقي عمرك إلى يوم القيامة سعيد. العشرة أيام دول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني إيه الكلام ده؟ ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. أفضل أيام في السنة العشر أيام دول، وأفضل ليالي في السنة العشر الأواخر من رمضان. يبقى أفضل عشر أيام في السنة هم دول، العمل فيهم أحب الأعمال إلى الله. كل أي عمل تعمله ربنا بيحب العمل فيه. شوف أحب الأعمال لربنا اللي بتعملها في العشر أيام دول.
عن السنة فيها 360 يوم، فيهم 350 يوم الأعمال بتاعتك عادية خالص، وفيهم 10 أيام ربنا بيحب العمل فيهم، أحب الأعمال لربنا. يعني أنت لو صليت ركعتين في بيت الله الحرام، ها؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمية. يعني لو أنت في المسجد الحرام وصليت ركعتين لله تاخد ثواب مئة ألف ركعتين لله، لو صليت الظهر تاخد ثواب مئة ألف ظهر. شوف بقى، تخيل بقى الحجاج اللي رايحين دلوقتي ودخلوا المسجد الحرام وطافوا سبع مرات ياخدوا ثواب مئة ألف طواف. شفت؟ لو سعوا بين الصفا والمروة ياخدوا ثواب مئة ألف سعي. هم ليه يا أخوانا؟ ده ربنا كريم، ده ربنا ده يعني ما فيش أكرم من كده، ما فيش أحن من كده. في حد يعني مش هتلاقوا أحن من على الوليد من أمه. تخيل لو طلعت صدقة في المسجد الحرام تاخد ثواب مئة ألف صدقة، كل عمل تعمله في المسجد الحرام تاخد ثواب مئة ألف في كل عمل. العشرة أيام دول العمل اللي بتعمله مش عارفين له عدد. واحد يقول لي ده احنا عرفنا عدد المسجد الحرام والنبوي والأقصى وعرفنا ثواب اللي بيصوموا ليلة القدر ألف شهر وعرفنا، طب مش عارفين الثواب بتاع اللي نعمله في الأيام العشر؟ ما حدش يعرفه. ربنا ترك ثواب العمل في العشر أيام دي مبهم حتى نفعل ونعمل ما يليق بنا. قال لك اعمل زي ما انت عايز، دي أحب حاجة، يعني ما يعني هديك، يعني هديك عطاءات ونفحات ما تعرفهاش، ما حدش يعرف قيمتها قد ايه. يبقى أنا لو ختمت القرآن في العشر أيام دي أحب عمل لربنا؟ يعني لو ختمته مئة مرة في السنة ما يسويش المرة دي؟ ما يسويهاش. لو قريت القرآن في العشر أيام دي مرة وختمته، أحب عمل لربنا بتقدمه إنك تختم القرآن. طب أنا ختمته دي 30 مرة في السنة ولا يسوي حاجة لو ختمته في العشر أيام دي. طيب أعمل إيه في العشر أيام دي؟ أفضل أعمال ربنا، دور على إنك تصلي كل الفروض في الجامع، إنك تصلي فيها لله نفحات، إنك تطيع أبوك وأمك، إنك تبقى تصل الرحم بتاعتك، إنك اللي تقدر تصوم وصوم، وما قدرتش تصوم صوم يوم عرفة. دي أفضل أيام في السنة. اللي انت ظلمته ده رد مظلمته، اللي انت بغيت عليه وطغيت عليه خلي بالك، اللي هتعمله في العشر ايام دي اجره ما يعرفوش غير ربنا. يعني تصدقت بشيء، وصلت رحمك، رديت مظالم العباد، كلت حلال، نهيت نفسك عن الحرام، اللي ظلمته رحت واستسمحت ورديت مظلمته، دخلت بيت ربنا وحفظت على الفرائض بتاعت ربنا، أمرت واحد بالخير، أطعت ربنا فيما أمرك، انتهيت عما نهاك، كل الأعمال الطيبة دي ما يعرفش قيمتها غير ربنا في العشر أيام دول. فاوعى تظلم حد فيهم. يعني أحب الأعمال وأفضل الأعمال وأجل الأعمال لربنا في العشر أيام دول. انا بقولها لكم اوعى تضيعوا العشر ايام دول. اكثروا فيها منين؟ من التهليل والتكبير والتحميد. الصحابه كانوا بيمشوا في السوق يقولوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، والناس تردد وراهم. اكثروا في الايام دي من ذكر ربنا، بطول ما انت ماشي سبح واحمد ربنا وكبر ربنا وقول لا اله الا الله واستغفر ربنا على قد ما تقدر. اذكر خلي السبحة في ايدك ليل ونهار. كل التسبيحة الواحدة ما نعرفش قيمتها قد ايه عند ربنا. يعني اكثروا في الايام العشرة دول من التهليل لا اله الا الله محمد رسول الله على قد ما تقدر.
استغفر الله العظيم على قد ما تقدر بالسبحة طول ما هفيدك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. المهم تخلي الذكر مواصل معاك على طول، من ضمن النفحات بتاعت ربنا. العشر أيام الأوائل دولة خلوهم زي ما ربنا قال أفضل أيام في السنة، خلوهم أفضل أيام في عمرك. مش عارفين السنة الجاية هنحضرهم ولا لا، مش عارفين السنة الجاية هنكون موجودين ولا لا، فاحنا نعمل في العشر أيام دول لعل وعسى السنة الجاية ما نبقاش موجودين. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي على الحرام، فأنى يستجاب لذلك. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يبقى ربنا أمر المؤمنين باللي أمر به المرسلين، إنهم يأكلوا حلال، أطعم نفسك من الحلال تكن مستجاب الدعوة. العشر أيام دول كل فيهم حلال، خلي زادك وأكلك وراح كل شيء عندك حلال في حلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا الحلال، اشربوا حلال، عايشوا ولادكم في حلال، خلوا كل عمركم حلال. مش ضامنين نفسنا هنعيش بكرة ولا لا. من أكل لقمة من حرام، قذف في بطنه لقمة من حرام، لن يقبل الله منه عمل 40 يوما. لقمة من حرام 40 يوم ما يتقبلش عمل منك. ناكل حلال، نعيش في الحلال، نغذي ولادنا عشان يطلعوا ولاد حلال. الحرام اللي في بيتك اتخلص منه، طهر بيت، طهر بيتك وطهر مالك وطهر نفسك عشان تروح لربنا طاهر. خلاص ما بقاش حاجة من العمر. اللي عنده مظلمة لأخوه يتحللها منه اليوم، بكرة ما فيش حد هيدافع عنك، لا محامي ولا فلوسك لها لازمة ولا سلطتك ولا عيلتك ولا حد هيدافع عنك بكرة عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمع الناس وقال لهم: من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. انت افضل من الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي شتمت له اهله زوجتي وعيالي قدامه يشتمهم. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. اللي ضربته على ظهره، اللي اذيته يجي يضربني زي ما ضربته. اللي بيقول الكلام ده مين؟ حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبك وقرة عينك اللي بيقول الكلام ده. اللي شتمت له أهله يجي يشتم عيالي، اللي ضربته يجي يضربني، اللي عملت فيه أي حاجة يخلصها مني. النهاردة ممكن نخلص من بعض، بكرة هنروح فين من بعض؟ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي لها قرون ونطحت التانية اللي ملهاش قرون، يوم القيامة هتاخد حقها منها. فما بالك باللي خربت بيته ويتمت عياله وعريتهم وقطعت عيشه. ارجعوا لربنا، عودوا لربنا، باب التوبة مفتوح، لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا عند حين الغرغرة،
خروج الروح. ارجعوا ربنا، نرجع ونتوب لعله وعسى ربنا يتقبل مننا ويرحم دموعنا ويرحمنا. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا من الحاجين والمعتمرين إلى بيته الحرام. اللهم اكتبنا عندك من الفائزين بالعشر الأيام الأوائل من ذي الحجة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهديك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لصيامها وقيام لياليها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لعمل الطاعات في العشر الأوائل من ذي الحجة يا رب العالمين، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا رب العالمين، وأكرمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واغفر لنا ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اعتدل يرحمنا ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. الله أكبر.